السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الناس كلها تكون بخير وتكون سعداء وتكون مبسوطة كده إن شاء الله. أنا بجد والله العظيم مبسوط جدا إن أنا أخدت الخطوة دي، إن أنا يعني أسجل في اليوتيوب وكده، لأن دي أصلا يعني بقالي 3 سنين أصلا بفكر في الموضوع ده، ومش عارف أساسا يعني اللي هو الحاجة عندي وكل حاجة، بس اللي هو الدافع أو الحافز إن أنا أدخل في اليوتيوب وكده مش جاهز دلوقتي، اللي هو مش جاهز. طب شوية، طب الشهر الجاي، طب الأسبوع الجاي، طب مش عارف إيه، مش عارف. وفي نفس الوقت أفكر بقى في محتوى معين إن أنا أقدمه وكده علشان تكونوا يعني تستفادوا منه، وفي نفس الوقت تكونوا مبسوطين وتفرفشوا معايا كده، لان اساسا موضوع الزعل بقى والاكتئاب والجو ده خالص مش شعار اساسا القناة اللي انا القناة بتاعتي، يعني مش شعاري خالص. الشعار بتاعي دلوقتي اللي هو لازم نكون مبسوطين وسعداء دلوقتي ونفرفش كده، يعني هي في فرفشة دلوقتي لازم نفرفش مع بعض. وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت ايه، هو جيت بقى افكر في موضوع المحتوى، فمش لاقي خالص، مش لاقي اي فكرة اثبت عليها، لان انا كمان من نوع الشخصية اللي هي لو ثبت على حاجة معينة همل منها، وفي نفس الوقت مش هقدر ان انا اطور منها قوي، لان هو موضوع واحد وهقعد اتكلم فيه واعيد فيه وازيد وازيد، مش هقدر ان انا انتج منه حاجه. فجيت فكرت قلت طب ما اعمل، يعني اعمل عن كل حاجه، ف يعني ان شاء الله ربنا يقدرني واكون خفيف، يعني ضيف خفيف ولطيف وظريف واسعدكم ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني اكون عند حسن ظنكم وأقدم حاجة تفيدكم إن شاء الله، وفي نفس الوقت شوية ضحك وهزار وشوية محرقهاش، يعني محرقش الموضوع، لكن بجد والله أنا متحمس جدا للموضوع ومتحمس جدا إن أنا يعني أخدت الخطوة ديت، إن أنا أتجرأ بمعنى أصح إن أنا أطلع وأتكلم وأطلع إن أنا أقدم حاجة، وفي نفس الوقت تكون ليا ان انا اتحرك. يعني انا من النوع اللي كده اللي هو ايه، شخصية بيتوتي، يعني شخصية بيتوتية خالص، يعني ما بطلعش على الطلب بالظبط، يعني هو ايه للضرورة بس، اللي هو رايح لازم يكون مثلا كلية هي اللي تحركني، او مثلا رايح امتحان، رايح شغل مثلا، مسافر في حتة، في ظرف هنا او هنا، فبروح من اللي هو مش بخرج. فده بسطني ان انا بعمل يوتيوب وكده في موضوع ان هو بقى ده بقى ده اللي هيخرجني، وده اللي هيفسحني، وده اللي هيوريني طب ما انا ممكن اعمل حاجة، طب ما انا اوريها للناس. والجو دخلت برضو في موضوع ان انا احرق الموضوع، فخلوهم فجأة، يعني انا عايز اسيبها مفاجأة، فخمنوا كده معايا. فانا هقدم كتير، انا هقدم مواضيع كتيرة جدا، فان شاء الله اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله وابسطكم، وان شاء الله للفايدة يعني، وفي نفس الوقت الضحك والهزار هو برضو لفايدتنا كلنا، نضحك ونهزر ولازم نكون سعداء، ما نركزش في حاجة طب والله العظيم انا بقى يعني انا بقالي ساعة دلوقتي قاعد ساكت عشان الصوت ده اللي بره. هو ما خلاص بقى اعمل حاجة، وربنا يرزقك كل حاجة يا رب، ربنا يرزقه يا جماعة، ادعوا له ان ربنا يرزقه ان شاء الله، و يعني ايه وربنا يحميه في طريقه، لان هو برضو ماشي على طريق، وربنا يرزقه ان شاء الله. فبس هو الحمد لله بعد. هو دلوقتي فان شاء الله اكون معاكم، فيعتبر ده اول فيديو او بمعنى صح اول فلوج فبنعمله، فتيجوا نشوف اللي احنا هنعمل ايه النهارده. وفي نفس الوقت انا نسيت بصحيح اعرفكم بنفسي،
أنا محمد فؤاد، طالب في كلية التجارة، ف ترفيهية كده بالنسبة لي يعني، وفي نفس الوقت إيه، إن لو في حاجات كده أعرفها يعني أوريها لكم وكده، نتبسط مع بعض. اسمي محمد فؤاد وشهرتي كينج دافنشي، أو الملك دافنشي بالعربي والكينج دافنشي بالإنجليزي. هو الاسم عاجبني في معنى صح يعني، هو كلمة الكينج هو الملك، تمام. ودافنشي جاية من اسم، هو بصوا ابحثوا عنه، فعشان بس ايه ما ينفعش نقول الاسم على اليوتيوب وكده، عشان ايه ما يجيش انذار والكلام ده. ودافنشي ابحثوا عن الاسم فهو معروف يعني، انا حبيت الشخصية وفي نفس الوقت فالاسم عجبني، فقلت حلو يعني، هو اسم الشهرة ده الكينج دافنشي. فمبسوط جدا بالخطوة دي، فإن شاء الله. طب يلا نروح نشوف هنروح فين النهاردة، وربنا إن شاء الله يقدم في الخير. لكن يلا بينا، يلا بينا. ايه ده، وانتوا لسه قاعدين؟ يلا بينا. ايه ده، خدين بالكم هنا في الارض هنا كده، حبيت ان انا اجيبكم هنا. كده حلو، بس المشكلة ان انا مش جايب يعني انا كده يعني اللي ورايا دي كده مش الارض بتاعتنا يعني. ايوه، جبتكم هنا علشان اعرفكم ان احنا عندنا ارض يا جماعه، وهنا ما شاء الله يعني مش عارف قد ايه بالظبط، بس اللي اعرفه ان لنا فيها 4 قراريط باين، ولا 5 قراريط. ف بجد يعني بجد، المهم نغير الموضوع. تمام، بس انا جد بصراحه انا زعلت يعني بسبب كان هنا المفروض يعني هنا كده اللي انا عرفت الارض بيها بالبتاع دي اللي هو المروه ده، تمام. ما جيت لقيت البتاع اللي هو اللي هي الدايره دي اللي كان في زمان كان في المغزى يعني، اللي هو البتاع اللي هو البقره ولا هو الحاجات ديت يعني، كانت بتلف، تمام. كان هي بتجيب المية والبتاع دي، بس دي اصلا معلش موجودة، بس مش عارف هي اتشالت ليه اساسا يعني. كانت هنا كده في الارض يعني، كانت معمول لها في الارض كده، وكانت واقفة كده، فكان اللي كان بيلف كان الحمار باين او البقرة وكده، كان بتلف هنا كده، تمام، وكانت بتطلع بقى مية من تحت المسقة. الله اعلم بقى، يمكن اسمها مسقة ولا ايه، بس مش ناسي اسمها. المهم هو هنا يعني، فزعلت بصراحة ان دي اتشالت يعني. وكان هنا باين كان في شجرة بتهيألي، حاجة زي كده يعني، كان هنا كان في شجرة، بس انا مش عارف كان في شجرة ولا لا. بس حبيت يعني ان انا اخدكم في الجولة دي، تمام، علشان نشوف الغروب. تمام، احنا هنا كده دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 4 او 4:30 الله اعلم، ابو قرشان. تمام، ان انا اخوكم هنا يعني نقعد كده في الجو الجميل ده، في السكوت ده، مفيش صوت خالص الا العصافير وابو قردان اللي عمال كل شويه يجي ده ومش عارف اصوره. ايوه اهو ابو قردان اهو، ده صديقي الفلاح يا جماعه. تمام، فحبيت يعني ان انا اشوف اجي هنا علشان نشوف الغروب. وبعدين اساسا موضوع الغروب ده لما جيت اول مره اشوف غروب الاول من ساعه ما اتولدت وكده، كان في اسماعيليه، بالاخص نمره 6، لان اسماعيليه مش كلها اساسا بيكون فيها غروب كويس الا بيبقى شكله حلو يعني. نمره 6 بيكون الشمس لونها برتقاني كده ولونها صافي، حلو حلو قوي يعني، جميلة. ده بالأخص يعني في نمرة 6 بالذات كان جميل يعني. وهنا برضو في الغروب برضو جميل بسبب الخضرة يعني، هنا كده بسبب الخضرة دي، فتلاقي
الغروب هنا حلو، هنا حلو يعني. فجيت يعني قلت اما اخدكم كده في الجولة هنا، تمام، لان هنا بصراحة الجو هنا جميل بصراحة. المهم خلينا في موضوعنا، ان شاء الله هيكون في فيديوهات حلوة يعني قريب. مش عارف هي ممكن تنزل امتى، فيديوهات او اربعة او ممكن اتنين، مش عارف على حسب يعني. ممكن في اليوم مرة، ممكن في اليوم يكون في اليوم يعني فيديو واحد بس يكون في اليوم هو اللي هينزل، وعلى حسب ان شاء الله يعني اللي ربنا يقدم في الخير. انا يعني انا محمد فؤاد وشهرة الكينج دافنشي والملك دافنشي بالعربي. والمهم عندي دلوقتي اهم حاجة ما تنسوش، لان انا مش هقول الكلمة الكلام ده، لان انا هسيبكم مع الغروب. يعني ايه بعد ما اخلص الكلام هسيبكم على الغروب، لان يعني هسيبكم على الغروب وبس، يعني وتستجموا في التوقيت ده يعني. المهم جل الاشتراك وفعلوا زر الجرس، علشان ان شاء الله لما فيديوهات تنزل توصل لكم وتعرفوا ان في فيديوهات نزلت. وعندي فعلا عندي صفحة الفيس، وفي معمول جروب في الفيس، بالاخص موجود موضوع الفيس ده في صفحة كنت عاملها باسم، والاسم ده ايه، فلقيت فيه متابعين وكده، فقلت بدل ما اعمل صفحة تانية ولسه هستنى ناس تيجي والكلام ده، طب ما انا اشتغل عليها وغير الاسم وغير الصور وغير ده كله. لكن ما عرفتش اغير الاسم. الاسم قال لي يجي 3 ايام والاسم هيتغير، او بالنشاط بتاعك الاسم ميتغيرش برضو بعد 3 ايام، ممكن تقعد كمان 7 ايام وتغيره تاني. فالموضوع كده ايه، فهو اساسا اسم الصفحه سائق خاص، تمام، الاسم بس هو ايه ده اللي ما اتغيرش. انا حطيت الصوره وحطيت الغلاف وعملت اللينك بتاع اليوتيوب عليها وكده، فما الاسم ما اتغيرش، اللي هو ايه اللي هو بتاع الاختصار ده على اليوتيوب ما عرفتش اعمله خالص يعني. انا عمال احاول كذا مره احط الزر بتاع الاختصار بتاع الفيس وبتاع الانستا وبتاع التيك توك وبتاع التويتر والكلام ده، مش عايزه تيجي معايا خالص. وبس كده يعني، ده دي كل الحكاية. واهم حاجة تكونوا مبسوطين معايا ان شاء الله، لكن بجد فعلا انا متحمس جدا للي هيحصل ان شاء الله واللي ربنا قدرني واعمله. لكن ربنا وفقنا. الجو هنا جميل جدا جدا والله، الجو هنا زي الفل. انا كنت مفكر هنا ان الجو ساقع، لكن فعلا الجو هنا شفت المساحة الخضراء دي كلها ان شاء الله عليها يعني تثبت على كده وما يكونش في عليها مباني تثبت على كده. ما تنسوش الاشتراك، فعلوا زر الجرس، وان شاء الله يكون في احسن. هو بس عشان في الاول وكده، فالواحد مش عارف يتكلم قد كده في الفيديوهات، فان شاء الله يعني شويه بشويه هتلاقوا في تحسن يعني. الاشتراك وكده، لان انا لسه في الاول في البدايه في موضوع اليوتيوب، فلسه يعني اخر مره شفت كان 10 بس مشتركين، فربنا يكبرهم دايما نكبر كده دايما بكام يعني، عايز بس في الاخص 1000 يعني، علشان نقدر ان انا اسجل اليوتيوب يعني، اقدر ان القناه بتاعتي تتسجل على اليوتيوب بجد يعني. عايز هو ايه دعم منكم وتحفيز، واي حاجة مثلا اخطاء او سواء حاجة عجبتكم او حاجة ما عجبتكوش تكتبوا لي فيها في التعليقات، ودوسوا لايك زي ما بيقولوا تمام. مشترك الموضوع ده، فهو ان شاء الله يعني ايه مع الوقت
هنبقى ألف وأزيد إن شاء الله. بس إيه، بتمنى يعني وبحلم إن يكون في 1000 مشترك على اليوتيوب علشان الـ القناة يعني تتسجل وكده على اليوتيوب. تماجة هتسعدني فعلا، هبقى مبسوط جدا لما هلاقي ناس في ظهري وتقول لي تمام كمل ويدوني افكار تانية، مثلا انا مثلا ما عنديش الفكرة دي اعملها وكده كويسة، مش الضرر، لان انا ما بحبش الحاجة اللي هي بتضر، ما بالعكس الكويسة. وفي الاول في الاخر في الهزار والكلام ده، الهزار هو مش ضرر ولا نفع، بس احنا بنهزر بس بالعقل. انت عايز اصور شجرة الجميز، بس ما طلع اصلا ان مفيش جميز اليومين دول.